خان يونس، معي محمد عوض. خان يونس التي حظيت بالقصف الأكبر اليوم محمد، منذ هذا الإعلان عن تجميد المفاوضات في الدوحة توقع البعض أن تنعكس أو ينعكس ذلك تصعيدا على الأرض، هل لاحظت شيء من هذا القبيل محمد في خان يونس؟ نعم، سرعان ما تحولت ساعات الانتظار والترقب إلى تخوف وحذر، خاصة مع سحب نتنياهو للفريق المفاوض في قطر، وهذا الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيم هنا في قطاع غزة، والجميع ينظر ويرقب ما ستعود إليه ساعات المساء، والجميع ينتظر كيف ستبقى مدينة خان يونس على وجه الخصوص هذه الليلة، خاصة في ظل الغارات الإسرائيلية المتواصلة والمستمرة والمتزامنة على مناطق متفرقة من مدينة غزة وقطاع غزة. نتحدث عن عشرات الغارات الإسرائيلية التي نفذت في أقل من ساعة واحدة، هي الساعة التي مضت، وهي عبارة عن قصف إسرائيل لمباني سكنية وأيضا أبراج سكنية، تحديدا برج حمد وأبراج حمد في الشمال من مدينة خان يونس. أضف إلى ذلك المدفعية الإسرائيلية التي لا تتوقف عن قصف المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس على وجه الخصوص، خاصة في ظل التقدم البري والحركة الغير اعتيادية للآليات والجرافات في محيط منطقة القرارة، وهي المنطقة التي حاول الجيش الإسرائيلي مرارا وتكرارا التوغل من خلالها، لكن تصدم كل مرة بالفصائل الفلسطينية، تحديدا كتائب القسام وسرايا القدس التي تم الإعلان في وقت سابق عن قصف واستهداف لهذه الآليات من قبل سرايا القدس. هذا كله يأتي في ظل محاولة الناس الوصول إلى المناطق الغربية ووسط محافظة خان يونس بعدما نزحوا مرة جديدة من المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. نحن نتحدث عن بلدات ريفية زراعية تقع إلى الشرق من مدينة خان يونس، هذه المناطق تم استهدافها في مرات سابقة ونزح سكانها في العاشر من أكتوبر إلى تلك المنطقة، ثم عادوا بموجب اتفاق الهدنة الإنسانية، عادوا إلى منازلهم، لكن سرعان ما تحول استقرارهم المؤقت إلى ركضا في الشارع بعد قصف إسرائيل للمنطقة في ساعات صباح أمس. طيب، أشير للصورة التي تظهر على يسارك محمد على شاشتنا، قبل قليل كانت صور لغزة تأتينا الحقيقة لتوضح لحظة انتظار ما بعد تجميد هذه المفاوضات في الدوحة وعودة الفريق المفاوض من الموساد الإسرائيلي بعد أن شكر المخابرات الأمريكية CIA والمصريين ورئيس الوزراء القطري، وبالتالي هذه لقطات الآن لغزة توضح طبعا هذه الأدخنة البيضاء نتيجة تحرك دبابات المركبة، وأيضا واضح أن هناك تحرك بري بشكل أو بآخر. أعود إليك محمد، طب ماذا عن رفح؟ إذا كان هناك تركيز في هذا الهجوم بعد استئنافه على محافظات الجنوب، نتكلم عن رفح وخان يونس وأيضا دير البلح في الوسط، لم تسلم من ذلك يعني. نعم، رفح هي الأخرى كان لها نصيب الأسد من الغارات منذ ساعات صباح أمس. نحن نتحدث عن أكثر من 50 مواطنا قضوا ضحية الغارات الإسرائيلية المتواصلة على رفح جنوب قطاع غزة، حيث هذا المكان الذي طلب الجيش الإسرائيلي سكان مدينة خان يونس للنزوح إليه، لكن هذا الطلب لم يلقى بأي اهتمام من المواطنين، هم وصلوا إلى خان يونس واستقروا في مناطق نزوحهم الأولى، تحديدا في مستشفى ناصر والأماكن المجاورة. هناك في رفح تجرى عملية يعني فتح لجزء لمعبر رفح البري، حيث تم دخول ما يقارب 15 جريحا وأيضا من المرضى وبعض شاحنات المساعدات الذي سمح الجيش الإسرائيلي بإدخالها بعد إغلاق معبر رفح البري بسبب توقف جهود التهدئة الإنسانية التي كان يعمل طيلة الأيام السبعة الماضية، لكن الجيش الإسرائيلي أغلق المعبر اليوم وأيضا في ساعات أمس. لكن قبل قليل المصادر تشير إلى أن هناك دخول لبعض شاحنات المساعدات البسيطة التي هل الرقم صحيح محمد أنه 50 شاحنة مساعدات دخلت اليوم سمح بها يعني؟ نعم، هي 50 شاحنة، نتحدث عن ربع الكمية التي كانت تدخل خلال الأيام الماضية، في حين كان يدخل 200 شاحنة في الوضع الطبيعي أثناء الهدنة الإنسانية. كانت وزارة الصحة تطالب برفع هذه الشاحنات حتى تصل إلى 450 شاحنة، لأن 200 لا تفي بالغرض ولا بالحاجة الكبيرة لدى المنظومة الطبية للأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك الأغذية. اليوم نحن نتحدث عن 50 شاحنة، هذا الأمر يجعل المشهد أكثر تعقيدا، خاصة في ظل انتظار هؤلاء السكان والمواطنين
في طوابير ممتدة على محطات الغاز ومحطات الوقود، وأيضا أماكن توزيع المساعدات الغذائية على هذه العائلات والتي يشرف عليها الهلال الأحمر الفلسطيني والأنوروا، بمتابعة حثيثة من الأمم المتحدة التي أوكلت بمهمة تسليم هذه المساعدات عبر بوابة معبر رفح البري. في رفح شاهدنا عمليات نزوح واضحة لبعض العائلات إلى المناطق الجنوبية الغربية لمحافظة رفح تحديدا بالقرب من الحدود المصرية. هذه العملية النزوح كانت للمواطنين الذين يسكنون في بلدة القرارة والمناطق الشمالية التي تتعرض للقصف منذ ساعات صباح أمس حتى هذه اللحظة، وهذه العائلات استقرت في بعض منشآت الأنوروا التي كانت بداخلها متسع لجمع أو لدخول بعض العائلات. أود الإشارة هنا إلى أن كل منشآت الأنوروا في المناطق الجنوبية اكتظت بالنازحين ولم يعد لديها القدرة على استيعاب لو لشخص واحد، لأن الأعداد كبيرة، ونحن نتحدث عن مناطق شمالية وأيضا مدينة غزة بالإضافة إلى شرق المنطقة الجنوبية، انتقل كله إلى منطقة خان يونس ومحافظة الوسطى وأيضا محافظة رفح جنوب قطاع غزة. شكرك محمد عوض في خان يونس. مع محمد نغطي محافظات الجنوب، رفح، خان يونس والوسط، أيضا دير البلح، ويعطينا كثير من التفاصيل عن الشمال. محمد شكرا جزيلا لك.